السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نخدمو واحد ليفالواسيون دياغنوستيك بوغ لي 1 اسي داكوغ بروميير اني كوليجيال عقلو دونك اولى اعدادي. طبعا هاد ليفالواسيون تحت طلب العديد ديال التلاميذ ديال سيونس دو لا في اي دو لا تير ديال علوم الحياة والارض، اللي غنبغي نعاود ناكد ان علوم الحياة والارض فهي النشاط العلمي ديال الابتدائي. صافي سيونس دو لا في اي دو لا تير علوم الحياة والارض. دوزو البروميير اكزيرسيس، ركزوا معايا مزيان، هادو الدروس هما اللي غادي تقراوهم هاد العام، دونك هادو الخلاصة ديالهم، دونك ركزوا معايا عافاكم مزيان 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 مزيان. هذا كل كلمة تنشرحها كتبوها في شي مذكرة ولا في شي كارني، كتبوها بالشرح ديالها وتبقاو دائما تطالعوا عليهم دائما ترجعوا عليهم باش هكا تعقلوا عليهم. دونك كلاسي، رتب ليا لي ميليو سويفون، لي ميليو الاوساط التاليه، او ميليو ناتوريل اوساط طبيعيه، اي ميليو نون ناتوريل اوساط غير طبيعيه. اون لي ميتون دون لو طابلو سويفون، غنديرهم في الجدول التالي. عندي اوساط طبيعيه واوساط غير طبيعيه. اش كيعني وسط طبيعي واش كيعني وسط غير طبيعي؟ وسط طبيعي ملي تخلقنا وتزادينا لقيناهم طبيعيين من عند سيدي ربي، صافي. بحال مثلا الغابه، والغابه واش حنا اللي درناها؟ لا، دارت بوحديتها، ماشي دارت بوحديتها، وانما شي حاجه اللي طبيعيه دارها ربي سبحانه وتعالى، دونك كتعتبر ميليو ناتوريل. دونك فوري غابه ميليو ناتوريل. فيرم المزرعه، المزرعه واش كاينه شي واش هي طبيعيه؟ لا، حنا تنديروا المزرعات المزارع مزرعات. فيرم باراج سد، السد واش زعما دائما كاين السد اولا حنا اللي كنديروا؟ حنا كنبنيو السدود، حنا كنقادو السدود، دونك سي تا ميليو نون ناتوريل، ماشي طبيعي، من صنع الانسان. لك بحيره، والبحيرات حنا كنديرهم؟ لا، دونك واحد الحاجه طبيعيه. ريفيير النهر، الانهار والبحار والوديان والجبال والغابات، هادشي من صنع الله سبحانه وتعالى، من خلق الله سبحانه وتعالى، دونك ماشي حنايا، دونك سي تان ميليو ناتوريل. داكوغ، ندوزو دوزيام كيسيون او دوزيام اكزيرسيس. ديتيرميني لي زيليمون فيفون، عاوتاني لي زيليمون فيفون اي لي زيليمون نون فيفون، عناصر حيه وعناصر لا احيائيه. العناصر الحيه هي اللي كتنفس و تتكاثر اولا كتوالد، ولا لو اي تان اليمون نون فيفون، عنصر غير حي. وازو اليمون فيفون. غوش صخره، اليمون نون فيفون. لانسكت انسكت الحشرات، دونك سو سون دي اليمون فيفون، عناصر حيه. اغبر النباتات، حتى هما كيتعتبروا عناصر حيه. لو سول هو التربه، فهي عنصر غير حي لا احيائي. غوليي سيل بخط افيك اون فلاش لي زيليمون دو لا كولون ا الوغ ديفينيسيون، تعاريف ديالها بلا كولون 2، دونك انسبيراسيون اكسبيراسيون. دونك كنقولوا انسبيري، انسبيري هي استنشاق، هي رونتري انسبيري. لا رونتري ادخال دو لير، الهواء غش الغني اون دي اوكسيجين، بتنال الاكسجين او بومون للرئتين. اكسبيراسيون دابا هذا شهيق وهذا زفير، الزفير هو سوختي خروج دو لير، الهواء غش الغني اون دي اوكسيد دو كربون، بتنال اوكسيد الكربون دي بومون ديال لي بومون، يعني لي بومون الرئتين. كاتريام اكزرسيس relier chaque organe cell كل عضو de l'appareil respiratoire الجهاز التنفسي à vers leur nom الاسم ديالو هادي ام par une flèche واخا. دونك عندي بومون رئتين هما هادو ياك معروفين ياك، هادي خصني نعمل فلاش. فوس نازال و تراشي، فوس نازال هاد نازال جايه من لوني دونك الانف الفوق، لو تراشي هو هذا، فوالا.
Cinquième exercice. Le schéma suivant, هاد الشيما هادي كتمثل ليا ريبريزونت لا دونتيسيون تسنين دان انيمال كارنيفور. انيمال كارنيفور هو حيوان لحم ليجونديلو. واخ دونك هادو اللي كبارين هما الانياب لي كانين. عقلوا على الاسماء. لي كانين هما الانياب. الاسنان الاماميه هما لي زانسيزيف. عقلوا لي زانسيزيف. والاضراس هما لي مولير. عقلوا على الاسماء. هادشي كاملين غادي تعرفوا عليهم هاد العام ان شاء الله. نكملوا سيزيام اكزرسيس. كلاسي رتب ليا لي زانيمو سويفون الحيوانات التاليه سولون لو ريجيم اليمونتير حميه غذائيه. انيمو كارنيفور هما الحيوانات اللحيمه اللي كياكلوا اللحم. انيمو هيربيفور هما الحيوانات العاشبين اللي كياكلوا غير العشب. دونك بالنسبه لو رونار الثعلب فهو انيمال كارنيفور. سوتريل دونك سوتريل هي الجراده. دونك الجراد هو الجراد. واخا دونك الجراد اي تان انيمال كارنيفور. ليفر دونك ليفر هو ليفر. كاين اللي كيقول كارنيفور وكاين اللي كيقول هيربي. هما هو اومنيفور يعني كارنيفور و هيربيفور. المهم انا نحطو في هيربيفور. ليفر هو ارنبه. المهم اكل لاكل هو النسر. دونك النسر لحم. عقلو فاش البقره عاشبه. لو شا القط. سمحوا لي بعدا في واحد ليكزيرسيس كنت درت الشا راه هيربيفور مشات على اليف. فوالا دونك فهو لحم. لا غازيل. غازيل هو الغزاله يعني الغزال. هيربيفور هادشي كلشي خاصو يتحفظ. لو سيربون اللي هو الثعبان دونك الفعى. دونك سي تان انيمال كارنيفور. داكور يلا ندوزو للسيتيام اكزرسيس. ا بارتير دي زانيمو سويفون رياليزي اون شين يعني انطلاقا من الحيوانات التاليه دير ليا واحد الشين اليمونتير هي سلسله غذائيه. هاد لي فليش كيبين ليا ان هذا يؤكل من طرف هذا وهذا يؤكل من طرف هذا وهذا يؤكل من طرف هذا. دونك اول حاجه غادي نبدا بلغب هو العشب. دونك العشب يؤكل من طرف شنو؟ سوتريل. فوالا جراد ياك. والجراد يؤكل من طرف الغرونوي. والغرونوي مانجي بار لو سيربون. فوالا داكور. 8ème اكزرسيس. parmi les propositions suivantes on a deux actions pour la protection. donc من بين الاقتراحات التاليه عندنا جوج ديال لي زاكسيون جوج الاحداث باش نحافظو pour la protection de la forêt و جوج ديال الاحداث pour détruire هي باش نقضيو اولا ندمرو لا فوري الغابه. mettez fois ولا x dans la case qui convient pour chaque proposition. واخ دونك هنا protection de la forêt يعني الحمايه ديال الغابه وهنا destruction de la forêt يعني دمار ديال الغابه. surexploitation des arbres يعني الاستغلال المفرط ديال الغابه ديال النباتات. دونك راك دمر ليا هذا الغابه. expansion des terrains agricoles يعني اكسبونسيون توسع لي تيران اغريكول هما الاراضي الزراعيه. دونك كنوسعوا في الاراضي الزراعيه هذه راه مزيانه كنحميو الغابه. انترديكسيون دو باتوراج المنع ديال الري. لاحظوا معايا نمنع انني زعما ما نسقيش. دونك سي فو هذا خطا يعني هذا تصرف خاطئ. بلونطاسيون دي زارب يعني وزرع زرع النباتات هذه حاجه مزيانه. يلا 9ème اكزرسيس. لي بوليون دو لو الملوثات ديال الماء سون ديفير مختلفين متعددين. سيتي دو بارمي زو جوج ماهيش كي تلوث ليا الماء مثلا من
المصانع والمعامل. دونك بوليسيون كتسمى بوليسيون اندستريال، صناعيه، تلوث صناعي او لا تلوث صناعي. فوالا دوزيام بوليسيون هي لي زاكتيفيتي، يعني الانشطه اللي كيديرها للاسف لي زاكتيفيتي دو لوم، الانسان. حنا بزاف ديال الحاجات كنديروهم اللي كيلوثوا الماء. دونك اخر سؤال، اخر تمرين. دونك اخر تمرين قال لك بوندو اون سورتي سكولير، خلال واحد الخرجه مدرسيه، اون ا بوزوان، محتاجين بلوزيغ ماتيريال، العديد من الادوات. لي زيماج سويفون، هاد لي زيماج هادو ريبريزونت، كيمثلوا ليا كيلكو مويان، بعض الوسائل اوتيليزي المستعمله بوندون لا سورتي، خلال الخرجه. بوركوا اون اوتيليز لا كارت، علاش كنحتاجو الخريطه؟ لي تري بيان التوجيه. بور اولا لوكاليزي لو ميليو، او بيان بور لوريونطاسيون، يعني التوجيه. كيل ليليمون اوتيليزي افيك لا كارت؟ فوالا دائما الخريطه شنو خصني معاها؟ البوصله، دونك لا بوصول. Quelles sont les quatre directions géographiques, géographie. Donc voilà. Par cœur. Donc on dit le nord, li houa chamel. On dit ouest, li houa chat. On dit le sud, li houa janoub. On dit l'ouest. اللي هو الغرب. دونك هادو هما هادو هما الاتجاهات الاربع. داكوغ، دونك بهذا كنكونو سالينا ليفالواسيون ديالنا. كنتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا. دونك بالتوفيق لكم جميعا، تلاقوا فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.